نرمين متابعين بصباحنا لليوم، وبعض الأحيان بيحسوا الأهل بأنه فقدوا السيطرة على تصرفات ابنهم المراهق، وبيحسوا أو بيشعروا بحالة من القلق بكل مرة بيتخطى فيها حدوده، وبعضهم الآخر بيتجنبوا الخلاف معه كليا. فشو هو الأسلوب الصح يلي فينا نحن نتعامل مع ابننا المراهق، وكيف فينا نتقرب منه، وكيف فينا نواجهه، وشو هي الطريقة الإيجابية لحتى نتواصل معه؟ رح نحكي أكثر عن هالموضوع مع الأخصائية التربوية النفسية السيدة هناء نيازي. صباح الخير، يسعد صباحكم أهلا يا وسهلا رب. فيكي. أهلا صباح فيكم، الخير وأهلا وسهلا فيكي. صباحكم يعني فل. لما نحكي عن فترة المراهقة بتضل يمكن هاي الفترة أكثر فترة بخافوا منها الأهل، أكثر فترة يمكن بسكروها دائما الأهل بمر فيها الطفل. خلينا نحكي أيمت بتبلش فترة خلينا المراهقة؟ نخصص بس الصبيان لأن البنات حبابين بيكونوا. حبابين، ايه طيب حبابين. ماشي. هلا الخصائص انه مو دائما في الكلمات اللي حضرتكم حكيتوها انه هي مرحله قلق، مرحله خوف، لانه هيدي المرحله بيكون فيها تغييرات كثير كبيره على الطفل اللي وصل لعمر، بتبلش من 11 ل 18، احيانا بتمتد ل 19، احيانا اذا بدك تمتد لفتره اطول. على كل ما الاهل بذلوا جهد بالتعامل الصحيح مع هيدي المرحله كل ما خلصت بوقت اسرع. هذا كمان بتعتمد كثير على البنيه الفيزيولوجيه والبنيه الاجتماعيه والثقافه، حتى اذا بدك المناخيه كمان، اما بتسرع او بتكون اقرب او متاخره اكثر. فبالنسبه للبنات بتبلش عندهم قبل بوقت، يعني من ال 11 سنه بتبلش، عند الذكور تتاخر عن البنات. خصائصها هي لما بتكون الانسان عدو ما يجهل، مشان هيك بخافوا، لما بيشوفوا هيدي التغيرات بلشت وبطل هذا الولد بيهربوا. اللي ماشي مثل ما بدهم وبيسمع الكلام وعرفانين النسق تبعه وتعودوا عليه، فهيدي التغيرات انا بشبهها مثل البيضه لما الصوص بده يطلع، فبيكون شوي فيها قوة شوي فيها تغير عن المألوف، فهيدا فيها شيء من العنف أحياناً، فيها من الانفعالية العالية اللي الأهل ما تعودوها على أبنائهم. ولكن يعني هي المرحلة الأخيرة، أو خلينا نقول اللبنة الأخيرة اللي نحن بنحطها مرحلة ابننا بتربيته لحتى نحصل على شخص ناضج واعي قدران يتحمل المسؤولية. فعلى قد ما بنكون نحن واعيين لهيدي المرحلة بتمرق بسلام وأمان. تماما. يعني ست هناء، خلينا نحكي أكثر عن فكرة الوقت السليم لفترة المراهقة. بنشوف كتير من الأهل إنه مثلا أولادهم صاروا تقريبا بالجامعة وبعدهم عم يراهقوا أو ممكن تأخروا. خلينا نحكي إمت العمر المناسب، أو إذا صار في تأخير إمت ببلش، وإذا صار في تأخير بمدة فترة المراهقة لإمت ممكن يستمر بحالة سليمة وإمت بصير مرض؟ حلو. هلا بس انا بحابه افهم من حضرتك شو قصدك، يعني انه جانب اللي حابه تستفسري عنه، ولا المراهقه بشكل كامل؟ المراهقه بشكل كامل. هلا فيزيولوجيا هي تقريبا قبل البلوغ وبعد البلوغ تمتد مرحله، ولكن مرحله المراهقه غير انه جسديا هي بتشمل المراحل المتعدده بالانسان، هي المرحله الانفعاليه، النضج الانفعالي، النضج العاطفي، النضج العقلاني. اذا بدك امتى نحن بنخلص من مرحله المراهقه؟ هي لما بنفوت بمرحله الرشد. طيب مرحله الرشد شو هي؟ هي لما الانسان بيكون قادر على تحمل مسؤوليه حياته بكل جوانبه، الاقتصاديه، العاطفيه، تمام، الاجتماعيه، قدران ياخذ القرار ويتحمل هيدي المسؤوليه. فنحن مو بالضروره تكون قراراتنا صحيحه لنكون راشدين، لا، بس بكفي انه نحن نتحمل مسؤوليه هيدي القرارات. كيف نحن بدنا نحاول نعرف انه هل هو خلص من مرحله المراهقه، هل هو فات بمرحله الرشد؟ كل ما ساعدنا ابنائنا على انه خليهم بتجارب حياتية يقدروا يمارسوا هيدي الخلاف الكبير بين الأهل والطفل المراهق، اللي هو نحن نعتبره أنه لسه ضمن تحت 18 سنة هو طفل، ولو أنه هو ما بيقبل على حاله، يعني أنه هو يافع تقريبا، هو بيكون عم يحاول بهيدي المرحلة يثبت حاله تماما ويشوف دوره المختلف عن أهله، ويشوف شخصيته والمكونات الفردية اللي فيه اللي بتختلف كتير عن بيئته الاجتماعية وبتختلف كتير عن شيء اللي هن ربوه عنه. بيحاول يعمل هيدي الممارسات، بيوقفوا الأهل أحيانا بطريقة سلبية
سلبية مانعين لهذا الشيء. لما بيكون هذا التدخل بطريقة سلبية هو هون نحن عم نعمل إعاقة كأهل بوصوله لمرحلة الرشد. كتير صح إنه نحن نفسح المجال لتجارب وخبرات عند أبنائنا ونعودهم ندرج عندهم شو يعني تحمل المسؤولية، شو يعني يتحمل مسؤولية قراره. كتير منلاقي صدامات أصلاً، هو المراهق بيكون عايش صراع بين إرضاء أهله لهيدي الأهل ما بيشوفوها، هن بس بيشوفوا التحدي عنده وبس بيشوفوا هذا الانفعال والصوت العالي. هو كتير حريص علمياً وبالدراسات والأبحاث، هو كتير حريص على رضا أهله، ولكن بالمقابل في صراع جواته، في الأنا تبعه اللي بده يثبتها، اللي بده يأوجدها، اللي بده يلمسها، اللي بده يكتشف هو وين بيلاقي حاله. للأسف حرص الأهل وحمايتهم الزايدة بتأخر دخول المراهق بمرحلة الرشد. لما بيكونوا الأهل واعيين كتير حلو وكتير صح إنه نحن نعطي مجال ونعطي مساحة لهذا المراهق يقدر يكتشف أخطائه هذا ويتحمل. اللي بدي أسأل حضرتك عنه، يعني دائما لما نحكي عن فترة المراهقة في عنوان عريض بيكون أنا عندي أزمة ثقة بين الأهل وبين بين الأهل وبين المراهق. يعني لا الأهل عم يوثقوا فيه ليعطوه حريته، وهو ما عم يعني ما عم بده حرية أو بده يمكن مجال أكثر يمكن من الحرية باتخاذ قراراته. كيف اليوم فينا نحافظ على هذا التوازن بالعلاقة بين الأهل وبين الأبناء، ويمكن يعول على الأهل أكثر كونه هن أكبر؟ تماماً يعني تماماً. أول شيء الأهل بدهم خوفهم عليهم وحرصهم الزايد على أنه يكونوا هن حاسين بأمان، فنوعا ما الحماية بتكون مبالغ فيها. لا في يروح، لا في يجي، لا في يعمل علاقات مع حدا. أي شيء بيختاره هن بيشوفوه بمنظورهم وليس بمنظوره هو. مع أنه يعني مثل ما تفضلتي أنه فرق الأجيال، التقدم اللي نحن عم نشوفه بسرعة، إذا بدك نحن من 10 سنين عم تتغير كتير قصص. فنحن كيف بدنا نرجعه لشيء نحن بنعرفه أنه هو صح؟ عدم احترامنا لآرائهم هون بتبعد الهوة كتير بينه وبين الأهل. استهزائنا بقراراتهم، عدم الاحترام لهيدي المرحلة اللي هني عم يمروا فيها، احترامها بكل سلبياتها وإيجابياتها إذا بدك. أول فجوة الأهل بيغلطوا فيها هي عدم الشرح إنه خصائص هيدي المرحلة بينهم وبين أبنائهم. كيف نحن هيدي المرحلة في إلى خصائص جسمية، كيف حيتغير شكله، كيف حيتغير صوته. أغلب المراهقين بيكون في عندهم ردة فعل عكسية انسحابية، بجوز التغيرات اللي طرقت على جسدهم بيعملون انطوائيين، بصيروا انطوائيين تماما، بتكون غير مستعد إلى أو فيها شيء من الخجل إنه أنا تغير، كبر أنفي، ظهور الأشباب، حب الشباب تماما. لما بيكون في هيدي المناقشة بين الأهل والأبناء إنه هي مرحلة مؤقتة وبتمرق، كتير حبيت كان في تدخل طبي، كنت عم نعمل دورات، كان في تدخل طبي عم يقول لي إنه الأهل لما بيتفهموا وبيعرفوا هيدي المرحلة ممكن كتير يساعدوا الأبنائهم إنه يرسموا شكل جسمهم. تخيلي على هالكلام شو جميل، كيف إنه مثلا يعرفون عن حب الشباب ويقدروا يعالجون بسرعة، فما يترك هذا الأثر اللي بيمتد معه كل حياته. لما بيراقبوا نموهم هل هو صحيح، هل ماشي بالطريقة العلمية اللي بتتناسب مرحلة عمرهم، ممكن يتدخلوا بالطول عن طريق أنشطة بدنية تقدر مثل ما حكى كمان دكتور التغذية تماما، بناء الكتلة العضلية اللي كتير بتعطي ثقة بالنفس للمراهق بهيدي الفترة. أما أبناء ما لهم واعيين أهلهم لهذا الشيء، فبيكون في عندهم ضمور بالكتلة العضلية، الطول بيكون قليل، فهذا بيعمل لهم لبعدين كتير أزمة ثقة بالنفس. يا سلام عليك. تمام. في فترة من الفترات كتير يمكن بيصيروا بيحنوا تماما، إن كان شباب وإن كان بنات. هون بدي أحكي عن الحالة النفسية بالتغيرات الجسدية، إن كان للشباب ولا للبنات، البنات بصيروا بيستحوا صح. فبيتشكل عندهم حنية بظهرهم، أو يمكن بيستحوا من أسنانهم أحيانا، بيحطوا تقويم بهذا الوقت. يعني هي المرحلة هي صدقا هي مرحلة تغيرات سئيلة، وقت الواحد بيرجع بيتذكر وقت مؤقت يعني تماما. فهون نحن كيف فينا أو كيف فيهم الأهل يوعوا أبنائهم أنه لا
ثقتكم بحالكم لازم تكون مهمة. هلا أو اول يلهوهم كيف اول شيء طريقة نحن التلبية؟ بنحكي انه هي هيدي المرحله تعتمد، هي تراكميه على المراحل السابقه، فعلى قد ما نحن زارعين علاقه طيبه بيننا وبين ابنائنا حيتقبلوا هيدي الملاحظه، بس قد لما بيكون في شرخ بيناتهم وما في هيدي العلاقه الصداقه بيناتهم، فقد ما حكوا شدي ظهرك ما حترد مثلا. شدي ظهرك تماما، هذا الاسلوب اللي ما حيجيب نتيجه. تماما ما حيجيب نتيجه. مرحله المراهقه في عندنا ثلاث استجابات، اما انسحابيه انطوائيه وبتؤدي بعدين لاضطرابات نفسيه ما بتروح الا بتدخل معالج، او ممكن يكون عدوانيه رفض للطريقه اللي عم يحكوا فيها اللي ما فيها احترام اللي ما فيها تقدير، او الطريقه النهائيه المرحله يعني الوجهه الثالثه اللي هي بتكون مرحله المراهقه السليمه اللي بيكون الطفل في انسجام بينه وبين اهله، في تفهم. اغلب الصراع بين الطفل واهله انه هن لسه بدهم يعملوا السيطره اللي كانوا يعملوها قبل. هلا ما عاد في مجال، هلا هو هيك يعني حتى السيطرة ما عاد يمشي الحال. إذا بدهم يمارسوا السلطة الأبوية خلينا نقول، فبدها تكون كأصدقاء توازن. كأنداد هيك يعني، فبنقعد معهم بيقولوا لك كيف أنا بدي أرجع. أنت بتتخيلي إنه طفل بالبيت مراهق ما بيقدر يتواصل أو ما بيحكي مع أهله أيام، يعني لما نحكي عن فترة المراهقة هي يمكن الحديث يطول كتير كتير عن هذا الموضوع، وفينا نفرد له أكثر من حلقة. بدنا نشكرك كتير اليوم لتواجدك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لكم. شكرا كثير لك.